خلونا نرجع لفاطمة مرة تانية من العالمين ونعرف منها آخر الأخبار. فاطمة مساء الخير عليكي مرة تانية، واحكي لنا كده يا فاطمة، لما مصر جابت جول إيه اللي حصل؟ وصف لنا المشهد كان عامل إزاي؟ عايزة أقول لك يا بسنت، كل الناس هنا فرحت وفي ناس كتير جدا وفي جمهور كبير جدا، وكل الشباب والرجال والنساء والاطفال كلهم كان في حاله فرحه كبيره جدا باول جول جابه طبعا منتخب مصر في مباراته ما بينه وبين فرنسا على ملعب ليون في اولمبياد باريس 24. في حاله حماسيه وتركيز كبير جدا من الجمهور، وفي انبساط ومتابعه حاسمه بكل تركيز في مباراه منتخب مصر النهارده مع فرنسا، وبنتمنى طبعا الفوز لكل منتخب مصر وكل اللعيبه في منتخب مصر. وعايزة اوريكي بقى، هطلع شويه من الكادر واوريكم فعلا مدى الاقبال الجماهيري على وجوده في متابعه ماتش مصر وفرنسا النهارده، وفي عدد كبير جدا من الزوار والجمهور زي ما انتم شايفين، وفي حاله تركيز زي ما قلت لك يا باسنت علشان يتابعوا كل ما هو جديد لحظه بلحظه في المباراه النهارده. وكلنا مستنيين اجوال كتير، مش جول بس واحد النهارده، عايزين الفوز بنتيجه كبيره جدا لمنتخب مصر وفرنسا النهارده. عايزين طبعا نشوف احنا، انا نفسي قاعده مستمتعه جدا ومستنيه ثلاث اربع اجوال مش بس جول واحد في المباراه النهارده، علشان كلنا نمشي واحنا مبسوطين. زي ما انت شايفه كل لعبة حلوة بيتم بجد، فرحة كبيرة جدا من المشاهدين والجمهور اللي موجود هنا في المنطقة الشاطئية في مهرجان العالمين في نسخته الثانية. بص يعني حالة بهجة وحالة تركيز، وكل لعبة بيلعبها كل المنتخب المصري كل الناس بتبقى فرحانة بيها، فاحنا كلنا قاعدين هنا مستنيين النتيجة النهائية لمنتخب مصر، ويا رب الفوز لمنتخب مصر في اولمبياد باريس النهارده ضد فرنسا. فيعني عايزه اقول لك الاجواء حماسيه جدا وانا مبسوطه جدا، ويا ريت كل الناس تبقى قادره انها تحضر معانا، لان فعلا كل جمهور انا حاسه ان انت في استاد يا فاطمه، يعني كافه الاعمار وكافه الفئات العمريه كمان والفئات كمان الاجتماعيه، في زي ما انتم شايفين الشباب قاعد مستني كل اللحظات الحاسمه اللي هتحصل في المباراه النهارده لمنتخب مصر وفرنسا، واحنا كلنا قاعدين مستنيين كل لحظه بلحظه ومستنيين الفوز لمصر النهارده ان شاء الله. شكرا ليك يا فاطمه، وكل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي اكيد، ويحقق ان شاء الله. ان شاء الله هنفرح كده في اخر الحلقه مع بعض ونبقى مبسوطين بفوز منتخبنا.